ديما الميكروفون للزميل محمد بمبريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لزميلي والأستاذ سعد بن متعة العتيبي. وهكذا مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم، تستمر المفاجآت وتستمر الانطلاقات في هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الذي مهرجان السلامة الذي حضرت فيه الشعارات وحضرت فيه الأسماء وحضرت فيه المطايا من كل حدب وصوب. أيها الأعزاء، انطلق في هذه الأثناء هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. مرحبا وأهلا وسهلا برئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. لو علمت الدار بمن زارها لابتسمت، ثم باست موطئ القدم وانشدت بلسان الحال قائلة: اهلا وسهلا باهل الجود والكرم. مرحبا يا ابا عبد الله بين ابنائك واخوانك، ها هم اليوم حاضرين بكل ما يملكون من قوة. وهذا هو الشوط الرئيسي، وجائزة عينية قيمة سيارة لكزس قدمت لشوط الزمول. المركز الأول براق لسعود بن سلطان بن سند الهاجري على المركز الأول على صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، برمان على المركز الثاني لخليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري على المركز الثاني. برمان دور المركز الثالث، ومن يتقدم على المركز الثالث هملول لعلي بن مبخوت بن مسعود على المركز الثالث الدور. والنقلة إلى المركز الرابع، يتقدم شاهين لسالم بن فرحان بن خميس العنزي على المركز الرابع. بينما المركز الخامس ومن يتقدم يماش لحمد بن سالم بن هيان العامري. يا سلام، أشواط هذا المهرجان غالية على قلوب يا أبناء الخليج. في الوطن الخليجي الواحد، الدم واحد والوطن واحد وخليجنا واحد. عودتنا إلى المركز الأول، تهانينا بداية لمالك طموح رياض بن ثامر السعدون، أو صالح بن محمد اليامي من قادها إلى بر الأمان. وهدى السلام إلى أبناء المملكة العربية السعودية في شوط الحيل، شوط الزمول. لمن هذا الشوط؟ أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. فحول المستقبل، بنوك الإنتاج، يا سلام يا شوط الزمول، شوط الزمول، شوط حساس، مساء حساس، ترصده العدسات، ترصده العيون، يشاهده المشاهدون في هذا النقل الحي والنقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية. وهذا الرصد الجوي والأرضي وفي كل مكان نشاهد رصد لقناة الريان. المركز الأول، عودتنا إلى براق سعود بن سلطان بن مبارك الهاجري. يلا يا بن سند، يلا يا سعود، ركز، التركيز مطلوب. المركز الثاني، تحرك هملول، يلا يا بن مسعود ايضا. سعيد او علي بن مبخوت بن مسعود يتابع المركز الثاني. المركز الثالث، الانطلاق من برمان لخليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري. بينما المركز الرابع ومن يتقدم ويتسلل شاهين لسالم بن فرحان العنزي على المركز الرابع. بينما المركز الخامس، التقدم من قبل يماش حمد بن سالم بن هيان العامري.
هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم، وهناك أسماء زمول حاضرة في رصيد العديد من السيارات، بعض منها معرض مترقل من كثرة السيارات اللي خذتها الزمول. الله يا سلام، شوف الانطلاق والتقدم، شعار بن ضابط. هل الخريب الليلة موجودين؟ هل الخريب الليلة يبغون هذا الشوط الرئيسي؟ وأيضا بن مسعود، هل الشحانية على المركزين الأول والثاني؟ شوط الزمول، شوط الزمول، بن مسعود يتقدم، شعار بن مسعود في هذه اللحظات. هملول علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود يقود هملول، ونحن نقترب من لوحة منتصف المسافة. يا مضمرين، يا مضمرين، من كان له حيلة فليحتال، فليحتال. التركيز مطلوب يا مضمرين، التركيز مطلوب، التخطيط لاختطاف ناموس الشوط، لاختطاف الجائزة العينية لكزس فورويل 570، تنتظر الفائز بالمركز الأول. هملول يتسلل، بن مسعود يتقدم في ظروف صعبة، في ظروف صعبة من عمر هذا الشوط قبل منتصف المسافة. سيكون الضغط مستمر لا شك في ذلك يا بن مسعود على هملول في هذا الشوط، في هذا الشوط. أول الواصلين برمان على المركز الثاني، خليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري ممثل هل الخريب الدائم مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن سند براق لسعود بن سلطان بن سند الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع هنا يماش حمد بن سالم بن هيان العامري القادم من العين. المركز الرابع هنا التقدم والتحرك. على المركز الخامس هجوم من قبل مفرح حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. هذه نتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في هذا الشوط. يا سلام، الله الله، يا سلام، عودتنا إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. هملول، هملول يا هملول، علي بن مبخوت بن مسعود على المركز الأول على صدارة الشوط. تنتصف المسافة يا متابعين، يا متابعين، أو غادرنا، غادرنا لوحة منتصف المسافة. المركز الثاني هنا برمان لخليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري، وهنا جائزة عينية قيمة سيارة لكزس فور ويل 570 مقدمة من غانم بن منصور السيف الخيارين. الله، نشكر جميع المساهمين، جميع المساهمين والداعمين لهذا المهرجان، لهذا المهرجان السلامة. المركز الثالث التقدم من قبل براق لسعود بن سلطان بن سند الهاجري، ولكن يصل في هذه اللحظات مفرح أو مفرج، يصل مفرج حمد بن سالم بن جهويل يقدم مفرج في هذا الشوط، وأيضا يصل منصب، يا سلام، منصب من انصبت عليه الترشيحات، من انصبت عليه الترشيحات قبل انطلاقة هذا الشوط الرئيسي. جار الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي يقدم منصب في هذا الشوط الحساس، وهو في منصب مرموق، في منصب ممتاز. المركز الرابع في الشوط الرئيسي. المركز الخامس التقدم من قبل يماش حمد بن سالم بن هيان العامري، يقدم يماش. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أقوى أشواط الزمول. هملول وأمال بن مسعود وطموح بن مسعود، اختطاف الناموس، اختطاف هذه الجائزة الغالية وأغلى من الجائزة الناموس، حيث يرفع المعنوية لدى المالك، لدى المضمر، لدى العزبة، كل العزبة ترتفع معنوياتها للعزبة. يا سلام، يا سلام، هملول على المركز الأول. المركز الثاني برمان. المركز الثالث انفرج، يصل، انفرج، يصل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. الله يفرجها على كل المشاركين، على كل الحاضرين. هذا هو، ويصل منصب، يتحرك منصب. جار الله بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي، هل مصر الحاضرين الليلة، حاضرين، حاضرين، متواجدين مع منصب، منصب يا منصب، منصب يا منصب، مع المركز الأول. انفرج مع المركز الثاني حمد بن سالم بن جهويل. والمركز الثالث هنا يصل شعار بن هيان، يما
ياش يماش ولع الشوط، بدا فتيل هذا الشوط مبكرا مبكرا يا مضمرين. ايضا شعار بن فهيدان يصل مع الباز، ثلاث سيارات في رصيده الباز، يا سلام. تركي بن سعيد بن تركي آل بحيح يقدم الباز صاحب الشوط الرئيسي في السباق المحلي الخامس او الرابع. هذا هو الباز، يا سلام، معركة طاحنة في هذا الشوط، تطحن رحاها في هذه اللحظات ما بين الزمول. منصب منصب والباز ويماش على المركز الاول ومفرج على المركز الرابع. يماش يماش والباز، سلالة الباز العود، سلالة الباز العود، ولد الباز ولد الباز. شاف الشوط الرئيسي، شاف المنصة الرئيسية، انطلق ابن فهيدان، يا سلام. هل الشحانية، هل الشحانية حاضرين الليلة؟ ما يرخصون شوط الزمول، ما يرخصونه ابدا ابدا ابدا. غالي هذا المهرجان، غالي 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 عند ابناء الشحانية. هذا هو احد ممثلين الشحانية، هنا تركي بن سعيد آل بحيح يقدم الباز على الشوط الرئيسي والعصا في الابطال. سلام يا الباز على هذا المرواح، على هذا الانطلاق، على هذا الانفراد، على هذا التميز. ابناء العين، ابناء العين يبحثون عن نصيبهم في هذا الشوط الرئيسي مع يماش بن هيان العامري. بن هيان مع المركز الثاني، احتدم الصراع، منصب يا منصب مع المركز الثالث، جار الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الرابع انطلاق من الحزم، سعيد بن سالم بن مسعود يصل الحزم على المركز الرابع، ولكن الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الاخير، الباز الباز الباز، ولكن بانت الخطوره، بانت الخطوره. يماش 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 قادم، يماش قادم، هل العين قادمين؟ بن هيان بن هيان بن هيان مع المركز الثاني، الباز مع المركز الاول، تركي بن سعيد آل بحيح مع المركز الاول، بن هيان العامري مع المركز الثاني، الباز ويماش. شحانيه شحانيه او الى الساد، او الى الساد، قطريه اماراتيه مسائيه هذه المعركه في هذا الشوط الرئيسي. يا سلام، يماش يماش، الباز يصمد، الباز يصمد، يماش يتسلل، يماش ينطلق، يماش يماش. عاد الباز مرة أخرى، عاد الباز، عاد الباز، الباز يماش. يا سلام يا هشوط، يا هشوط، الباز الباز، يماش 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 يماش. عاد الباز، تجددت الآمال، ولكن ولكن يماش يماش، اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام، اللحظات الحاسمة، الباز الباز، يماش يماش، الباز يا هشوط، يا سلام الباز. شحاني شحاني، تهانينا تهانينا، والناموس لمالك الباز، تركي بن سعيد بن تركي آل بحيح على اختطاف ناموس الشوط الرئيسي المركز الثاني. يماش لحمد بن سالم بن هيان العامري المركز الثالث، منصب لجار الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي المركز الرابع. الحزم لسعيد بن سالم بن مسعود المركز الخامس، المركز الخامس يصل فيه حامل الرقم 39 بارود لصالح بن فرج بن حسين أبا السيقان المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بالفعل شوط يحبس الأنفاس، الشوط الرئيسي للزمول. حضر الباز لتركي بن سعيد آل بحيح، وحضر يماش أيضا مع بن هيان العامري، مع حمد بن سالم بن حمد بن هيان. وكانت المنافسة احتدمت حتى خط النهاية. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك الباز، تهانينا والناموس لمالك الباز تركي بن سعيد آل بحيح على هذا الفوز المستحق بعد معركة مسائية في هذا الشوط الرئيسي للزمول في مهرجان السلامة. هذا المهرجان الذي تختتم فعالياته في مساء هذا اليوم بفوز طموح بالشوط الرئيسي للحيل وفوز الباز بالشوط الرئيسي للزمول. هذا هو ملخص الشوط، شهدنا شوط قوي
شوط يحبس الأنفاس بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن الباز في اللحظات الأخيرة يتقلب ويختطف ناموس الشوط. فتهانينا وناموس لمالك الباز. 12 دقيقة توقيت الزمني، 48 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لمالك الباز. تركي بن سعيد بن تركي بن فهيدانة لبحيح المري، المركز الثاني وصل فيه يماش، قطع المسافة يماش في 12 دقيقة 48 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري، وما قصر يماش، سلام يا العين سلام. تهانينا والناموس المركز الثالث. منصب أيضا قدم مستوى ممتاز في هذا الشوط الرئيسي للزمول، قطع المسافة في 12 دقيقة 58 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك منصب جار الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي. تهانينا والناموس لجميع